تعال هنا نعمل ريفرش بس، لان انا عندي هنا متجر المفروض يظهر في الاخر. ده المتجر وده التسليم، ده الكونتاكت انفورميشن بيج. بعد ما بتشتري بيجي لك دي محطوطة في صفحة لوحدها، مفيش مشكلة يعني. اوكي مفيش مشاكل، ماشي الكلام. وتقدر تجيب هنا المتجر، ده التيست اللي اخدناه سوا، ده نموذج البيانات الفورم اللي اخدناه سوا، ده المتجر اللي اخدناه سوا ومربوط بالبيبال وزي الفل، مفيش اي مشكلة. انا ما جتليش رسائل على البيبال لان اساسا ما كتبناش كريدت كارد ولا حاجه ان انت تتخصم منها ولا حاجه لسه، يعني ما ظبطناش الدنيا السيتنج هنا، تمام؟ لسه طبعا ده في البريفيو. انا لما اجي هنا ابابلش الابلكيشن بيبقى مكتمل متكامل، يعني اللينك ده لو انا اديته لك انت تجرب، هديه لك في الشات بتاع البلاك بورد طبعا تقدر تجرب. ادي كوبي بيست، ده لينكد للي انا عملته ده، تجرب الابلكيشن ده اونلاين. طب هل انا ممكن اجربه هنا يعني مثلا من قبل ما ابعته لك، يعني من باب التجربه؟ ده لينك اللي بديه لحضرتك عشان تجرب التطبيق على الموبايل. الله، ده في متجر اللي في الاخر اهو، ونموذج البيانات اللي ممكن احل كويز منه، وادي الصفحه اللي كنا عمالين نجرب الصور واللينكات والحقيبه، انتوا فاكرينها اهي الصفحه اللي جربنا فيها كل حاجه، وارجع للمتجر تاني واشوف المشتريات بتاعتي واشتري. ده صفحة مخفية مش مربوطة ببياناتي، انا هنا لازم اعمل لوج ان، واعمل لوج ان اي حاجة ممكن اعمل ساين اب. شفت بيجمع الداتا ازاي؟ شفت الجمال؟ طب هيرضى يجمع مني بيانات عشوائية لو انا قلت له ساين اب، انا نيو كاستمر وعايز مربوطش بحاجة خالص، اعمل هو بيقول لك هنا بجوجل ولا بمايكروسوفت ولا بايميل تاني خالص، فانا يعني ممكن اقول له بجوجل واربط بجوجل ايميل تاني بجوجل، بس انا لازم ادخل بقى بجوجل بتاعي الشخصي، يعني اعمل يوزر، يعني هعمل يوزر تاني من اكونت الشخصي. طب انا اعمله يعني انا خسران ايه؟ تعالى هنا ادي الجوجل اهو بتاعي، برضو اعلمك ازاي تدخل بيوزر جديد، ماشي؟ يلا ادي الجوجل بتاعي ونكست، هيقول لك الباسورد، ناخد الباسورد. والله انا ما فاكرها، اقسم بالله ما فاكرها، انا مش فاكر حاجة خالص، بس انا احط باسورد برضو، بس هو عايز الباسورد بتاعت الجوجل يعني. تعال نشوف كده باسورد كده، مفترض هي ما مش هتظهر هنا لان انا عامل مش شو باسورد يعني. تعالى كده اهو ونكست. انا بعمل في عند التدريب، فطبعا بيجي لي حاجه بالموبايل بتاعي بيتاكد مني ان انا فعلا بدخل بياناتي هنا، بقول له ايوه ده انا على الموبايل. اول ما بقول له ده انا على الموبايل بيقبل مني اليوزر الجديد هنا، وبقول له استمر مفيش اي مشكله اطلاقا، فبيلود هنا ودخلني على الابليكيشن ببيانات عبد الرحمن سالم. يعني اي اكشن انا هعمله عبد الرحمن سالم ده عبد الرحمن سالم ده هو اللي بياناته تبان. شفت الجمال ده؟ انا بقول لك فتحت متصفح خفي عشان اثبت لك ان ممكن يبقى في اكتر من يوزر. طب انا كيوزر انا اقدر اعمل اتست، اجرب التست مثلا دوت، اجرب احمل، اروح لنموذج البيانات بتاع الكويز اللي كان فيه اتنين صاحب الابليكيشن اللي عاملهم، اجاوب غلط يعني عبد الرحمن ده يسقط صفر يا راجل، خليها 25 برضو. قال لي ثانك يو يا عبد الرحمن. انا كده الداتا بتاعتي، الداتا بتاعت عبد الرحمن موجوده جوه البرنامج، بصرف النظر بقى عن الرابط. تعالى هنا نروح للريبورت دي، الريبورت دي المفترض هنا لو عملت ريفرش يقول لك ثلاثة مش اتنين، المفترض لأن عبد الرحمن دخل معاهم الداتا أهو، ده فين؟ في الفورمة. وبالتالي لما أروح للريبورت، الأصل في الريبورت إيه؟ اقفل الريبورت ده اللي ملوش لازمة، وهات لي الريبورت أبو ثلاثة، أعمل له فيو لأن أنا مجهز ريبورت بالدواير، بقى فيه ثلاثة يوزر الآن عبد الرحمن جاوب معاهم،
عبد الرحمن جاوب، عبد الرحمن جاوب إجابات تانية حاجة غريبة، بس السؤال التالت كلهم مجاوبينه صح. السؤال التالت كلهم جاوبوه بأمانة صح، التلاتة جاوبوه صح، وبالتالي بقى عندك أنت تلاتة، اتنين جايبين 25، واحد جايب بقى في حتى حصر للدرجات. ده من ناحية الريبورت. أما من ناحية التيبل هتجد عبد الرحمن دوت في التيبل، مع انه في فرق ما بين الاثنين، الاثنين الاولانيين وقت وقت التصميم، والثالث عبد الرحمن وقت الايه؟ وقت التشغيل من متصفح خفي وعمل اكونت جديد ومش ملوش وجود. عبد الرحمن ده ملوش وجود هنا. هو سماك ايه؟ سميته برضو ده قبل اسم الابليكيشن. طب انا عايز اجيب اسمه، انا ممكن اضيف عمود هنا اسيلكتد داتا يعني. المهم يعني دي الداتا بتاعته، ده السكور بتاع اليوزر دول، تمام. طبعا انا اقدر اخرج واعمل تيبل وازود عمدان واجيب حاجات تانية يعني، ما فيش فيها مشكله. وبيجي لي ايميل، خدوا بالكم برضو بالداتا دي يعني، انا عشان اكون واضح وصريح معاكم هنا، ده كده ده الايميل بتاعي، ده ربنا يسهل يكون هو صح. اي استجابات في 24، لا مش ده، سوري، ده الايميل التاني بتاع الفصل الحالي. لاحظ هنا الجوت فورم متجاوب عليه، بيقول لك الميني كويز اهم، ده بيقول لك ده جاوب اجابه وده اجابه تانيه، التالته لسه ما جتليش، اللي جاب 100% واللي جاب 25%. انا لو الكويز في اسم الطالب هيجيب لك اسم الطالب. عيب الكويز ده ايه بقى يا جماعه؟ ان ما فيش فيه خانه يتحصل لك اسم الطالب، فلازم تراعي حاجه زي كده. طيب تعالوا نرجع للتطبيق بتاعي. هو الكويز ما فيش فيه اسم الطالب، يعني هيعمله ازاي؟ اذا انت تاخد بالك في اعتبارك انك تكتب اسم الطالب او الرقم الجامعي. عبد الرحمن ده عايز يشتري الحقيبه ام 10 ديت وينتقل للسله بتاع المشتريات ويعمل كونتينيو ونشوف كده، نجرب. بيقول له دخل بياناتك هنا واوردر، بيبعت اوردر، المفروض بيوصل اوردر المفترض. احنا يعني طريقه البيع والشراء مش الاساس يعني. المفترض بقى بيجي هنا في ايميل، المفترض نرجع باك. طبعا محتاج تظبيط، طبعا ما بديكش هنا تجاره الكترونيه، انا هدفي هنا حاجات تعليميه. الحاجات دي في حاجات احنا لازم نقعد عليها نظبطها اكتر، وقد يكون البيبال مش شغال قوي. تعال نشوف هنا الايميل اللي جالي، جالي الاجابه الثالثه، في حاجات بتتاخر يعني، ممكن المشتريات تجي لي ممكن بعد شوية أو محتاجة تتظبط. خد بالك بقى في المشتريات، لأن أنا برضو عايز أكون صريح معاك، ممكن وسائل الدفع غير البيبال، لو عكستك يعني البيبال هنا، هنا ده الأكاونت بتاع البيبال اللي أنا اخترته، أنا أقدر أديليتد البيمنت ميثود دي واختار غيرها. اخد بالك، اديليت دي واختار غيرها، فطبعا دي حاجه بترجع لك مفيش فيها اي مشكله. فعندك بقى طرق كتيره، اسمحوا لي ان انا الغي دي، مع ان يعني انا يعني ببقى ميال للبيبال اكتر حاجه، هنا في بيانات لازم تتكتب. ولكن يلا، احنا طبعا بنعتذر منكم ان انا مضطر اتوقف الان. عندنا بريكين، بريك صلاة وبريك نرتاح فيه ونشتغل، نراجع الحاجات دي بقى يعني، نراجع الحاجات دي، اللي يخلص صلاة بسرعة يراجعها، لأن البريك مش كله صلاة، تتصلي وتراجع. تعالى أنا حاطط لك تصور هنا لفترة البريك، إن أنا عندي الآن توقف، هتصلي، لو توفر لك وقت بعد الصلاة ضروري 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 تجرب وتجهز أسئلتك وتريح عينك شوية يعني قبل ما تجرب يعني. ربنا يجازيكم كل خير. نتقابل الساعة 5:55، الساعة دلوقتي تقريبا 5:30، ده موعد الصلاة. الأذان لسه ما أدنش، هيأذن الآن حالا، هيأذن في كل المساجد ببريدة. ناخد كده شوية وقت كده، 25 كده، حاجة زي كده، شامل شامل التجارب والتدريب والاستراحة وكله يعني. محدش يقول لي ما كفاش الوقت يعني، على قدكم بقى يعني، صلي بسرعه على طول كده، صلي في المسجد او طول وقتك بقى يعني، تمام. بشكركم شكرا جزيلا، لان كفايه ان يا دوبك تقريبا يعني 25 دقيقه يعني، يا دوبك عشان وقت التدريب بس، هيتفضل لنا ساعه ندي فيها حاجات جديده وناخد الاسئله.
اشكركم شكرا جزيلا، واسمحوا لي ان انا اعمل ايقاف للمايك واسيبكم بقى ايه للصلاة. شكرا.